أولا أشكركم على استضافتي، ثانيا أشكر الشعب الموريتاني العظيم في وقفته القوية معي ومع الحق، وأشكر الجهود التي قام بها السيد الرئيس حتى أرجعني إلى الوطن، وأنادي السيد الرئيس هنا أن يوقف هذه المعاناة التي دامت قرابة 19 عاما، وأن يرجع لي جوازي حتى أتمكن من التداوي، وأنا متأكد أن السيد الرئيس يفعل ذلك. وأشكركم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. نحن أيضا نجدد لكم الشكر. كما قلت في بداية الحلقة، اخترتم المرابطون وبرنامج الصميم أول مؤسسة إعلامية، بل حتى أول مؤسسة متحدثة وناطقة بالعربية لكي تجرى مع هذه المقابلة. هذا شرف كبير لنا وتستحقون عليه كل شكر. أملنا أن نجد معكم فرص أخرى للحديث الثقافي السعيد، وفرصا لتطلعوا أيضا الرأي العام على قصتكم، فهنالك تشوف وتشوق كبير لهذه القصة ولمتابعتها وطنيا. فلكم جزيل الشكر، وإن شاء الله تحل المشكل وتنالون جواز سفركم وكامل حقوقكم.